مرحبا بكم أيها الأصدقاء مرة أخرى في برنامج يا للصحة مع الدكتور محمود المهندس، حيث أشارك معكم إجابات مختصرة أقل من 10 دقائق مبنية على الدليل العلمي المستند إلى آخر الأبحاث الطبية المعتمدة عن أهم الأسئلة المتعلقة بالصحة والعافية. وسؤال اليوم يقول: دكتور محمود، أنت ذكرت أن النوم هو من العوامل المهمة للحصول على الصحة الجيدة وأيضا لدعم عمل الجهاز المناعي، لماذا هذا؟ هو في الحقيقة أننا اكتشفنا أن النوم له وظائف فيزيولوجية عديدة، خاصة في الآونة الأخيرة، في 10 سنوات الأخيرة اكتشفنا أن النوم له يعني وظائف فيزيولوجية هامة جدا لسلامة الجسم وأيضا لسلامة عمل المخ وسلامة الثبات العاطفي وأيضا لصحة العلاقات الاجتماعية وللصحة الجنسية وما إلى ذلك، فهو يعني عامل مهم جدا. والأناس الذين يعني لا يستطيعون النوم المريح أثناء الليل هم عرضة أكثر للسمنة المفرطة ولأمراض القلب والشرايين وللسرطانات المختلفة وللإحباط وعدم اعتدال المزاج، وأيضا يكون عندهم يعني مشاكل في عمل الجهاز المناعي، وهذا مهم جدا خاصة أثناء موسم الإنفلونزا في يعني هذه الجائحة، جائحة الكورونا. وأيضا قلة النوم يعني تسبب قلة الطاقة وقلة النشاط اليومي، مما يؤثر على الإنتاج ويؤثر على الأداء. الحقيقة أن أثناء النوم، خاصة النوم العميق في مرحلة الدلتا، المرحلة الثالثة والرابعة من النوم، مهم جدا لإفراز هرمون النمو، وهو هرمون مهم جدا لبناء العضلات والحفاظ عليها، وأيضا لإصلاح التلف من الأنسجة في الجسم، وأيضا مهم لإنتاج هرمون الميلاتونين. ميلاتونين هذا مهم جدا لحرق الدهون البيضاء، لأنه يساعد على زيادة نسبة الدهون البنية، والدهون البنية تساعد على حرق الدهون البيضاء وهي الدهون الحشوية التي تسبب لنا المشاكل. وأيضا الميلاتونين هو هرمون مهم جدا مضاد للسرطانات، حتى في الأناس الذين يعني فقدوا أبصارهم قلما يصابون بسرطانات، يعني نسبة الإصابة بالسرطان عندهم قليلة جدا بالمقارنة بالأناس الآخرين. لماذا؟ لأن عندهم نسبة عالية من الميلاتونين أو الميلاتونين، وهذا يحميهم من السرطانات. وأيضا مهم لإفراز هرمون الليبتون، وهذا هرمون الهرمون الذي يشعرنا بالشبع ويمنعنا من الأكل الزائد عن حاجتنا. وطبعا الأكل الزائد عن الحاجة مضر جدا للصحة، لأنه يزيد من يعني عوامل الأكسدة ويعني يسبب لنا مشاكل كبيرة جدا. وأيضا أثناء النوم يعني الجسم يخلص نفسه من الشوائب ومن السموم، الكبد يفعل هذا والأعضاء الأخرى تفعل هذا، خاصة الدماغ. الدماغ يعني ليس عنده جهاز لمفاوي، لكن في الآونة الأخيرة اكتشفنا أن عنده جهازه الخاص نسميه الجليمفاتيك سيستم، وهذا الجهاز الخاص يعني أثناء النوم العميق بالذات في المرحلة الثالثة والرابعة تنكمش أنسجة الدماغ، بحيث يعني السائل الدماغي، السائل الذي يفرز في الدماغ في خلال من خلال هذا الجهاز الجليمفاوي يعني ينظف الدماغ من الرواسب ومن الخلايا المهدمة والرواسب البروتينية التي تؤدي إلى أمراض خطيرة جدا مثل الزهايمر ومثل الزهاق ومثل فقدان الذاكرة وما إلى ذلك، فهذا مهم جدا. والناس الذين لا يستطيعون النوم المستمر، لأن عدد ساعات النوم اكتشفنا أنه أقل أقل شيء يجب أن ننظر إليه، هو كفاءة النوم هي المهمة، والوصول إلى هذا النوم العميق الذي يساعدنا على بناء
كل هذه يعني الخلايا والوظائف وتطهير الجسم من السموم وما إلى ذلك. هذا هو المهم، لأن إذا أنت دخلت في النوم ونمت 9 ساعات أو 8 ساعات لكن نوم متقطع لا تستطيع من خلاله الوصول إلى هذه المرحلة، لا تستطيع أن تحقق هذه الوظائف الفسيولوجية، وتصبح في النهار أيضا يعني قليل الطاقة، وعندك الكورتيزول هذا الهرمون المهم لإعطاء الطاقة وعمل هرمونات الغدة الدرقية، بناء هرمونات الغدة الدرقية يكون قليل جدا في الصباح، فلا تستطيع يعني الحركة بنشاط. ويعني هؤلاء الناس يحتاجون إلى منبه قوي جدا، يعني قهوة سوداء أو كمية كبيرة من القهوة لا يستطيعون العمل من خلالها. لهذه الأسباب النوم هو يعني مهم جدا، مثل الطعام ومثل التمرينات ومثل العلاقات الاجتماعية الطيبة التي يعني تساعد على الصحة. وقلة النوم تسببنا إلى مخاطر وأمراض كثيرة جدا، خاصة في هذا الموسم، موسم الإنفلونزا في الكورونا، الذي يحدث أن عندما لا يتخلص الجسم من الشوائب ولا يطهر نفسه من هذه الرواسب وهذه النفايات، هذا يؤثر سلبيا على عمل الجهاز المناعي. المرة القادمة إن شاء الله أشارك معكم يعني أساليب أثبتت فعاليتها من البحث الطبي، أساليب معينة ومنهج معين يساعد على الحصول على النوم المريح البناء إن شاء الله. إلى ذلك الحين أتمنى لكم كل الصحة والعافية، ولا تنسوا الاشتراك في قناتكم أنتم هذه ومشاركة هذه المعلومات مع الآخرين، علك يعني إن شاء الله تكون سببا في نجاة شخص أو يعني رفع وعيه الصحي، ويكون لك إن شاء الله بذلك أجر كبير في الدنيا والآخرة، مع أطيب أمنياتي.